بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم ودعوة جديدة للمعرفة. حلقتنا اليوم نتحدث فيها عن موقفين للصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، نأخذ منهما عظة وعبرة في حياتنا وفي أمور معيشتنا. الموقف الأول عند فتح مكة، ودخل سعد بن أبي وقاص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. مرض سعد في مكة وكان مرضه شديدا، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد يزوره، فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أوصي بمالي كله لفقراء المسلمين. قال له صلى الله عليه وسلم: أبقي عليك بعض مالك. قال: فأتبرع وأتصدق بنصفه؟ قال: لا. قال: فأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث. والثلث كثير، لأن تبقي ورثتك أغنياء خيرا من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وأراد سعد فعل ذلك لأنه لم يكن له بنين ذكور، كانت له ابنة واحدة. فقال له صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تؤخر، لعلك أن يمد في عمرك يا سعد، فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. وتحققت هذه النبوة. شوف يا سعد رضي الله عنه من مرضه، وعاش دهرا طويلا، وصل فيه إلى سن 80 أو 75 كما يقول أهل السير والتاريخ، وتوفي سنة 55 هجرية، وفتح مكة كان سنة 8 هجرية. فكانت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقي على ماله، فقد تزوج سعد وأنجب من الذكور 10 غير الإناث. فهذه عظة وعبرة في ألا نستعجل حوادث الزمان، وأن نصبر لقضاء الله، فعسى الله أن يغير حالنا ويبدله عكس ما نتصور وعكس ما نتوقع، فإن قدر الله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا الله. الموقف الثاني، وأنه أثناء الفتنة والقتال بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان، أن سعدا اعتزل كل هذا الذي حدث ولم يشارك فيه. اعتزل سعد الناس واعتزل القتال، وذهب في أرض له احتفر فيها بئر ماء وبضع غنمات يرعاها، وقال لأهله: لا تخبروني خبر القوم، مش عايز أعرف حاجة، لا أريد أن أعلم شيء عما يحدث حتى لا أشارك فيه، ولا أنحاز برأي لطرف دون طرف، لأن هؤلاء مسلمين وهؤلاء مسلمين. وفي ذات يوم وسعد جالس في الصحراء، رأى فارس على فرسه في أفق الصحراء، فقال: أعوذ بالله منك أيها القادم. وعندما وصل عنده وجد أنه ابنه عمر، وأتاه غاضبا: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا ترعى الأغنام هنا في الصحراء والناس يقتتلون والناس يقولون ليس للخلافة إلا سعد؟ قال له سعد: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحب الناس إلى الله العبد التقي الخفي النقي. وإذا كنت تريد مني أن أشارك في هذا القتال فأعطني سيفا له عينان يفرق بين المؤمن وغير المؤمن. لم يعجب هذا الكلام عمر بن سعد، وترك أبوه وانصرف. وبعد سنين مات سعد سنة 55 هجرية، وذهب عمر ابنه، وكان من ضمن ولاة الأمويين في العراق، فولوه إمارة الري في العراق. وسنة 60 تولى يزيد بن معاوية خلافة المسلمين بعد موت معاوية، فولى ابن أخيه عبيد الله ابن زياد ابن أبي سفيان ولاية العراق. وعندما
طلب أهل الكوفة من الحسين بن علي القدوم عليهم ليولوه خلافة المسلمين، وخلوا به وتركوه وحده وأهله من بني هاشم يذبحون على شواطئ أنهار العراق. كان التكليف لعمر بن سعد من والي العراق عبيد الله بن زياد بأن يكون على رأس الجيش الذي يقاتل الحسين. هنا وقع عمر بن سعد في الفتنة وأصبح في حيرة من أمره، أيخالف أمر الوالي الأموي فيعزلوه عن إمارته أم يتبع أمره فيذهب للحسين ويقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تردد سعد في الأمر أياما، ثم ذهب إلى عبيد الله بن زياد يعتذر، قال له اترك ما أنت فيه واذهب. فراجع نفسه وآثر الحياة الدنيا ووافق على أن يكون على رأس الجيش الذي يذهب لقتال الحسين رضي الله عنه. وقد كان وقتل الحسين رضي الله عنه وكثير من أهل البيت في هذه المعركة. ومرت السنين بعدها، وقام المختار ابن عبيد الله الثقفي بثورة ضد الأمويين في العراق، ثورة كبيرة معلومة للكافة، وكان يطالب بسأر الحسين وبدم الحسين ويطالب بقتل قتلة الحسين رضي الله عنه. كان على رأس المطلوبين عمر بن سعد بن أبي وقاص، أتى به المختار الثقفي وبعدما أمنه وذهب عمر إلى بيته أرسل إليه من أحضره وقتله وقطع رأسه كما قتل الحسين. هنا وقع في الفتنة التي حذره أبوه سعد بن أبي وقاص منها، والتي عندها غضب وكان يلوم على أبيه اعتزال الأمر. هذين هما الموقفين اللذين أردنا أن نتحدث فيهما، ولمن أراد أن يستمر معنا فسنذكر شيء من سيرة الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهو سعد بن أبي وقاص ويقال له سعد بن مالك، فلقب أبي وقاص مالك أو اسمه مالك ولقبه أبي وقاص ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، فهو من البيت القرشي، ويلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقبل عليه سعد يقول له مرحبا بخالي. ولماذا هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن السيدة آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ابنة عم أبو سعد ابن أبي وقاص، فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن سعد أنه خاله. وعندما أسلم سعد أسلم مبكرا، وكان يقول عن نفسه بت وأنا سدس الإسلام، وفي رواية بت وأنا سدس الإسلام، أي أنه كان ثالث من أسلم أو سادس من أسلم على الأقوال الراجحة. وقال أنه أول من رمى بسهم في الإسلام عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أبي عبيد إلى أبي سفيان على شاطئ البحر الأحمر لتناوش تجارة قريش الآتية من الشام، فكان أول من بدأ القتال هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفي غزوة أحد وعندما دارت الدائرة على المسلمين وانكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه مع بضعة نفر، كان منهم سعد بن أبي وقاص
وكسر الرمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته وأعطاه سعدا وقال له ارمي سعدا فداك أبي وأمي. فكان سعد يفخر بها ويقول لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فداه بأبويه ولم يجمعهما لأحد قبلي. قال لقد رأيته يعطيني سهما فأضربه أو أرميه على القوم فيعود إلي فلا يضرني فأرميه ثانية فيقتل، حتى قتلت 6 أو 7 من مشركي قريش بسهم واحد أعطاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم سدد رميه واجعله مستجاب الدعوة. فكان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة، لا يدعو على أحد دعوة صدق إلا استجابها الله سبحانه وتعالى. وسعد بن أبي وقاص هو بطل فتح العراق في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففتح المدائن وعاصمة الفرس الكبرى عاصمة كسرى، وفتح كثيرا من مدن العراق وهو بطل موقعة القادسية الشهيرة. وعندما تولى سعد أمر الكوفة اتهمه بعض أهلها تهمة ظالمة، وأرسل عمر بن الخطاب من يسأل عن حال سعد ليرى هل هذه الاتهامات صحيحة، فوجد أنها غير صحيحة. أجاب الناس بأنها غير صحيحة إلا ما كان من رجل واحد كذب في شهادته على سعد. فدعا عليه سعد قال اللهم إن كان كاذبا فعرضه للفتن. وكان هذا الرجل كما يقول الرواه يدور في شوارع الكوفة والبصرة وهو يتحرش بالنساء، فقال له أنت شيخ كبير لما تفعل هذا؟ يقول أصابتني دعوة سعد. ظل سعد بن أبي وقاص وكان أحد الستة الذين حددهم عمر بن الخطاب للشورى وخلافة أمر المسلمين. وعندما قتل عثمان رضي الله عنه اعتزل سعد الأمر ولم يشارك فيما دار بين البيت الهاشمي وبين بني أمية، وذهب إلى الصحراء كما قلنا ولم يشاركهم. وعندما استقر الأمر لمعاوية ذهب إليه وبايعه حتى لا تتفرق كلمة المسلمين. عاش سعد بن أبي وقاص حتى سنة 55 هجرية وتوفي بالعقيق على بعد من 10 أميال من المدينة، وحملوه ودفنوه في البقيع مع الصحابة رضي الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد بن مالك الصحابي الجليل من السابقين الأولين في الإسلام. وإلى أن ألقاكم وحلقة ثقافية جديدة، تقبلوا تحياتي محمد عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.